السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. متى يبلغ طائر الدرة ومتى يصبح جاهزا للتزاوج؟ وهذا عام بالنسبة لجميع أنواع بغبغاء الدرة، فبغبغاء الدرة منه بغبغاء الدرة الهندي والدرة الأفريقي والدرة الأمريكي والدرة اللاتيني والألبينو، كل هؤلاء يعني يبلغون في سن واحد، يعني لا فرق بينهم من حيث السن، فهم جميعا يبلغون ويصبحون يعني جاهزين للتزاوج. الأفضل أن يصلوا إلى سن 3 سنوات. لكن هل تبلغ الدرة قبل ذلك العمر؟ يعني احنا بنقول 3 سنوات، 3 سنوات ده بيكون جاهز تماما، يعني بيكون الذكر أصبح الطوق، يعني الطوق اللي هو بيلف حوالين الذكر اللي هو زي ما احنا بنشوفه كده قدامنا اللي هو الأسمر ومن فوق أحمر، فالطوق ده هو اللي بيميز الذكر عن الأنثى، بيصبح يعني واضح جدا بعد طبعا يعني 3 سنين بيكون الطوق واضح جدا. فطبعا الدرة بتبلغ وبتكون جاهزة جدا عند سن 3 سنين، لكن ممكن الدرة تبلغ على سن سنتين، يعني ممكن الأنثى تكون يعني خلاص الوقت مستعدة للتزاوج والوضع البيض عند سن 2 سنين. لكن يفضل طبعا ان الذكر يكون اكبر من الانثى، يعني اذا قلنا مثلا لو احنا قلنا ان الانثى هيكون عمرها 2 سنين يكون الذكر عنده 3 سنين او 2.5 سنين. طبعا احنا بنقول ان الزواج المبكر ما بيكونش كويس، يعني الافضل ان يعني يكون اللي معاك زوجين، الزوجين دول ما تبلغوا 3 سنين، يعني 3 سنين بيكون الانتاج كويس جدا. يعني كل ما تبعد عن اللي هو الزواج المبكر، يعني مثلا في بعض الاناث بتبلغ على سن 1.5 سنة. طبعا لما الانثى لو انت خليتها تتزوج فطبعا بيحصل مشاكل، الحب بتاعها بيكون ضيق، ممكن يحصل احتباس للبيضه، وده سبب من اسباب احتباس البيض. فيفضل ان انت تخلي الانثى عندها مثلا سن 2 سنين فما فوق، والذكر لابد ان هو يكون اكبر من الانثى، يعني اذا قلنا زي ما قلنا ان الانثى مثلا 2 سنين يبقى الذكر 3 سنين، او مثلا ايه 2 سنين مثلا ونص، او 2 سنين مثلا و8 شهور. المهم ان الذكر يكون اقوى ويكون يعني اكبر سنا من الانثى. ودوت فيديو النهارده، والكلام ده هو شامل لكل انواع الدره المطوقه ايا كان هذا الايه النوع، كلهم جميعا بيبلغوا في سن واحد. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معايا النهارده، ولو استفدت من الفيديو دوت ما تنساش ان انت تدعم القناه بالاعجاب والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.